برحب بحضراتكم في البيت الكبير مره تانية. اول فقرتنا الحواريه مع يعني محلل على الاداء، محلل رائع، انا بستفيد منه جدا وبيعجبني تحليلاته الفنيه بشكل كبير جدا، وكان متواجد اكيد هنا في البيت الكبير مع طبعا النجم اسلام شاطر، وكلنا استمتعنا بتحليلاته الفنيه. هناخد رايه ان شاء الله في مباراه النادي الاهلي المريخ، وكمان على المستوى المستقبل النادي الاهلي ازاي كمان يحافظ على هذا الأرقام القياسية ويحافظ على البطولات ويحافظ على الأداء كمان اللي عمله موسيماني بشكل أكتر من رائع في الفترات الأخيرة. برحب بضيفنا في البيت الكبير الكابتن كريم سعيد. أهلا بك يا كريم. مساء كابتن هاني، مساء الخير لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي، وشكرا جزيلا على المقدمة. دي حقيقة شرف ليا بصراحة. ده حقيقة كريم، يعني أنت دايما بتمتعنا بتحليلاتك. وخلينا الأول، ميسي هيمشي ولا هيقع؟ ميسي اكيد. لا خلاص، قول لي بس. لا موضوع وقت، هو طبعا يعني اعتقد بارتوميو عمل اكبر غلطه في حياته ان هو ما سابوش يمشي في الصيف الماضي. كان ممكن ياخد فلوس كان ممكن ياخد فلوس، وكمان ميسي يمشي بشكل جيد او ربما ساعتها بعد 8/2، لكن اكيد ما كانش هيمر بالظروف الصعبه اللي الفريق بيمر بيها. واكيد يعني بنسبه كبيره الفريق صعب انه ياخد الليجا، رغم ان من شويه اتلتيكو مدريد وقع في تعادل قدام ليفانتي، ويعني الفرق بقى 9 نقاط بس مع برشلونه، اذا برشلونه كسب الماتش المؤجل. بس برضو ستيل الليجا صعب، يعني ان برشلونه بالفرقه الحاليه الحاله دي صعب جدا، يعني انه يكسب بطوله صعب جدا. وطبعا طبيعي شفنا المهزله كانت امبارح في الكاب نو، وكانت ممكن طبعا تزيد عن 4، لكن هو اكيد كل ده بسبب ايه؟ بسبب الاداره. اداره القرارات كلها اعتقد سيئه، وميسي خلاص يعني قاب قوسين او ادنى ان هو يروح مان سيتي في الصيف الجاي. الحمد لله ان احنا عندنا اداره محترمه الحمد لله. وعلى المستوى التخطيط، وشفنا الكلام ده كريم في الحاله او في الفتره الصعبه الانتقاليه ما بين رحيل فايلر وقدوم موسيماني، كان عندنا اداره واعيه جدا. طبعا بقياده الكابتن محمود الخطيب، وقدرنا نلم الدنيا في وقت قليل جدا، وجبنا مدرب هنتكلم عن موسيماني وعلى الشكل الفني بيقدمه. فدي كمان نقطه مهمه جدا، استقرار الاداره وكمان القدره على التخطيط للمستقبل، ده مهم جدا جدا. يعني اكيد طبعا النادي الاهلي تعرض لواحده من اصعب الازمات اللي ممكن اي اداره تتعرض لها، ان انت قبل ما تلعب سيمي فاينل في بطوله كبيره زي بطوله دوري ابطال افريقيا، اللي هي اصلا اوريدي كانت التارجت الاساسي. يعني كان بصراحه الدوري السنه فاتت كابتن هاني كان محسوم بعد اعتقد الاسبوع العاشر، الموضوع كان منتهي. والصراحه رينيه فايلر عمل مستوى جيد جدا في الدور الاول، لكن كان واضح ان هو تاثر بامرين، الاحداث بتاعه كورونا عشان عيلته، وطبيعه المنافسه في افريقيا والاحداث اللي شافها في ام درمان في ماتش الهلال. كل الامور دي اعتقد هو مدير فني ما عندوش خبره كبيره، خبره حياتيه، ما بتكلمش خبره كرويه، خبره حياتيه عنده. طبعا راجل سويسري، الحياه عنده مختلفة تماما عن الحياة في أفريقيا، وبالتالي وضعنا في أزمة زي ما حضرتك تفضلت وقلت. تعامل الإدارة مع الأزمة كان هادي، في هدوء وسكون، وحتى أعتقد ما كانش فيه، إحنا مثلا كإعلاميين ما كناش نعرف مين اللي جاي، صح؟ كناش نعرف نجاح للإدارة طبعا. ما نعرفش خالص النادي الأهلي فتح خط مع بيتسو موسيماني، وطبعا موسيماني فعلا كان واضح إن هو أفضل يعني كانديديت أو أفضل مرشح للنادي في الوقت ده، خصوصا ان انت جايب واحد عارف بطوله دوري الابطال، لان كانت ازمه كبيره بالنسبه لاي مدير فني جديد، حتى لو مورينيو مناسب في الوقت المناسب، حتى لو جوارديولا نفسه انت جايبه هيبقى عنده ازمه انه راح يلعب في بطوله جديده خالص، في اجواء جديده خالص، حاجات ما يعرفهاش، وبالتالي هو محتاج خبرات فيها. لكن الحمد لله بيتسو موسيماني قدر ان هو يعني يمشي المركب بشكل، انا شايف ماشي بشكل ممتاز جدا. اكيد بنختلف في بعض الحاجات، ده طبيعة الكورة، وارد جدا طبيعي، عمرنا في الكورة ما هنبقى كوبي وبيست من بعض، ولكن لازم طالما شخص قرر انه ينتقد وانت بتنتقد في نقد، يعني بتقول الايجابيات وتقول السلبيات، ما تقولش سلبيات بس. يعني اللي بياخد زي مثلا اللي بيحب يبقى يعمل دور القاضي، اوكي هتعمل دور القاضي يبقى تقرا الورق كله، ما ينفعش تقرا الورق اللي عاجبك او اللي على هواك، لا تقرا الورق كله عشان يبقى حكمك عادل وحكمك منصف للشخص اللي انت بتقول حتى رايك. حتى لما الناس تقرا او الناس تستمع لهذا يبقى في مصداقيه شويه، الراجل بيقول الايجابيات والسلبيات. طب هنروح من دوت لجزئيه تقييمك، انت عارف تقييمك لمباراه النادي الاهلي والمريخ كانت مباراه مهمه جدا. طبعا هاخد قبل ما نخش في الارقام والشكل الفني، عايز اكلمك على كمان طبيعه اللعيب المصري. لما بيكون طالع من نشوه وفرحه وانجاز، وانا عشت الكلام دوت وكلنا بنتاثر بيه، عمليه الانتقاليه انك بتخش على بطوله جديده بتحدي جديد، ومباراه في مشوار
مشوار هيبقى مشوار صعب. دي برضو شيء يحسب على المستوى الذهني وعلى المستوى البدني، انك خارج من مجهود بدني كبير جدا. شفت دي، شفت اللقطه ازاي انك خرجت بسرعه جدا ودخلت بشكل اكتر من رائع. اكد كلام حضرتك بالتواريخ، احنا النادي الاهلي لاعب الدحيل القطري يوم 4/2 مظبوط، وكان ليتس سي احنا قبليها مريحين، كان ماتش بيراميدز اعتقد يوم 26/1، ففي فتره مريحين فيها للسفر. اوكي، لعبنا الدحيل 4/2، بعد كده لعبنا بايرن ميونخ، بعد كده لعبنا بالميرس، بعد كده لعبت المريخ السوداني يوم 16/2، يعني بنتكلم في مسافه ايام اعتقد حوالي 14 يوم تخللهم، اربع مباريات مع اربع مدارس مختلفه، بنلاعب فريق اسيوي، بعديه بنلاعب فريق بطل اوروبا، بعديه بنلاعب بطل الليبرتادوريس والبرازيل وامريكا الجنوبيه كلها، وبعد كده بنلاعب بطل الدوري السوداني، واكيد طبعا له احترامه، ويقال ان الفريق طبعا عمل يعني صفقات كتيره في خلال الفتره اللي فاتت، اكيد طبعا هنتكلم على الجزء الفني، ولكن بتكلم على الشق البدني زي ما حضرتك تفضلت وقلت، ده محتاج شغل بعيد عن الفنيات، يعني سواء انت لعيب كويس او مش كويس، المهم تبقى واقف بدنيا، واقف عليك عشان تجري، وبالتالي النادي الاهلي نجح في الاختبار ده. النقطه الثانيه اللي حضرتك قلتها دي خطيره جدا، وهو الاعداد الذهني، بمعنى ان اللعيب لما يكون عنده نشوه البرونزيه وانه ثالث العالم، ممكن اقول حاجه على موضوع تالت العالم ده سريعا، يعني احنا ليه بنقول تالت العالم؟ لان لما العب في بطوله كاس عالم، فبالتالي انا بلعب في البطوله بتغطي كل انديه العالم، يعني فرنسا خدت امم اوروبا، بنقول فرنسا بطل اوروبا، طبعا بنقول مثلا المانيا كسبت المونديال، فبنقول المانيا بطلت العالم. فلما النادي الاهلي ياخد البرونزيه، ما ينفعش ان انا اتفلسف واقول ان الاهلي، يا جماعه حددوا في التيرمز اللي بتستخدموها والالفاظ، النادي الاهلي الثالث المونديال للانديه، مش ثالث العالم، النادي الاهلي ثالث العالم. انا مش ذنبي ان بقيه الفرق كلها ما تاهلتش، انك مش قادر تطلع يعني، صحيح؟ لا لا لا، يعني مثلا يقول لك ايه، هو الاهلي احسن من برشلونه وريال مدريد؟ يا سلام، يعني المانيا مكسبت المونديال، لعبت كل الدول اللي بتلعب كوره في العالم، يعني كلام بقى، يعني انا اسف، يعني ده اعتقد انجاز يحسب لمصر والكره المصريه، المفروض نفتخر بيه، بدل ما نخش في ديبيت وجدل يعني فسطائي، وفي الاخر انت هتخسره. ببساطه اهو انا برد اهو، النادي الاهلي ثالث انديه العالم، لانه هو للمره الثانيه كمان في التاريخ، لانه هو شارك في البطوله اللي تمثل فيها ابطال القارات في العالم. بس فنرجع لمرجعنا، الاعداد الذهني مهم جدا للعيبه بعد ما خلصت البرونزيه، اكيد بيحصل هبوط، خلاص انا عندي نشوه وحققت تارجت، فسيبني بقى اشم نفسي. ده طبعا يحسب للجهاز الفني، يا جماعه محتاجين نقفل عشان عندنا بطولة. وعندنا فريق اكيد اعتقد كان بالنسبه لنا كلنا غامض، ما كناش نعرف يعني اسلوبه كتير، وكمان في لعيبه كتيره انضمت له، وكان واضح جدا جدا من اول خمس دقائق ان الجهاز الفني للنادي الاهلي ارى اسلوب لعب نادي المريخ، واتفرج عليهم وتوقعهم، لان طبعا احنا شفنا، ربما توقعنا مباراه يكون فيها بعض السجال وبعض النديه، اكيد الماتش من الدقيقه تقريبا الثالثه للدقيقه الاخيره كان بالارقام وان سايد جيم تماما للنادي الاهلي. طيب نخش في بعض النقاط الفنية اللي انت محضرها لنا، وبنتكلم على بعض النقاط الفنية من خلال اسلوب لعب، من خلال طريقة لعب، من خلال كمان ارقام ممكن تعرفنا عليها. يعني طب اكيد احنا كنا متوقعين زي ما قلت مباراه ربما تكون اكثر تنافسيه، طبعا نادي المريخ السوداني كان واضح جدا من الدقيقه الاولى ان هو بيضغطش على النادي الاهلي يا كابتن هاني طول الملعب، وبالتالي وانس انك تشوف فريق ما بيضغطش على النادي الاهلي بطول الملعب، تعرف ان في جزء نفسي عنده هو خايف، هو قلقان جدا ان هو يضغط بطول الملعب، وبالتالي انا هسيب النادي الاهلي يعني يبني، او جزء تكتيكي برضه يا كريم يقول لك انا لو اديت مساحات للنادي الاهلي ممكن، يعني في جزء طبعا في احترام وفي خوف ورهبه من النادي الاهلي، ممكن يكون جزء تكتيكي ان انا عايز اقفل خطوتي من ورا شويه وادي الاستحواذ للنادي الاهلي وحافظ على لياقتي. بالظبط طبيعي، لكن انا بتكلم فيها يا كابتن هاني، بتكلم في حته ان اللي دارس النادي الاهلي كويس جدا وعنده عايز يمنع النادي الاهلي انه يعمل عليه كم هائل من الهجمات، لازم تضغط عليه، لازم تضغط من قدام. لكن في بقى خطوره ثانيه اللي حضرتك تفضلت وقلتها، ان قدره النادي الاهلي على الخروج بالكره، ودي النقطه اللي عايز بس الساده المشاهدين يفتكروها، لان احنا النهارده هنجاوب لكم على السؤال اللي شاغلكم وشاغل ناس كتير حوالين بيتسو موسيماني، ان يعني في احنا ساعات بنختلف وساعات بنحكم على بعض الامور، لكن هنجاوب من مباراه المريخ على بعض النقاط الفنيه البعيده عن التشكيل. ليه بقول كده؟ لان معظم حكم الجمهور على المدير الفني بيبقى جزء منه التشكيل، لكن في امور اخرى
انت بتشوفهاش زي النهارده مثلا وقفه اللعيبه في الملعب صحيح. الدفاع النهارده ازاي بخرج بالكوره، ازاي النهارده فرقه زي نادي المريخ امبارح كان بيلعب 4-1 4-1 ومقفل في نص ملعبه. لك ان تتخيل يا كابتن هاني ان نجم مباراه امبارح في وجهه نظري كان اجايي قدر يعمل دور بلاي ميكر وسرق الحته دي من مجدي قفشه اللي هو نفسه ساعد ان اجايي يعمل الدور ده. يعني مجدي قفشه امبارح عمل ما يشبه صانع الالعاب الوهمي عشان يسيب لاجايي اللي هو اوريدي محطوط على الورقه في بدايه المباراه جناح. اجايي كان بيلعب قدام محمود وحيده بس او الناحيه الثانيه قدام محمد هاني هو على الطرف لكن اجايي امبارح شفنا كل او معظم الكرات اللي استلمها في قلب الملعب مظبوط. الاسيست اللي عمله بعد ما قطع الكوره من قلب الملعب، فده يبين لك ان كان في خدعه عملها بيتسو موسيماني عشان يضحك بيها على نادي المريخ. وطبعا امانه ساعد فيها النادي المريخ ما طبقش 4-1 4-1 صحيح. بشكل صحيح، طبقها بشكل مزبوط. سيء جدا. فلو معانا ممكن نعرض الصور اللي احنا محضرينها ونشوف وقفت نادي المريخ كابتن هاني في بدايه المباراه 4-1 4-1 في نص ملعبهم. زي ما احنا شايفين الفريق مش كومباكت طبعا، في مسافات شاسعه بالظبط كبيره جدا، عشان كده انا قلت بصراحه الفريق طبقها بس بمنظر، لكن فعليا الفريق كان سيء جدا في انتشاره في الملعب، مساحات شاسعه، عشان كده لعيبه النادي الاهلي بتتحرك بسهوله جدا ما بين الخطوط نروح للصوره اللي بعديها ونشوف نجم المباراه من وجهه نظري هو جونيور اجايي. وكلنا فرحانين بصراحه باجايي، هو مر بفتره كابتن هاني كانت صعبه جدا. وبالظبط، ويعني حتى على مستوى الاستقرار من خلال المباريات يعني نعم. كلنا كان استغربنا كمان اشتراكه في بعض المباريات رغم غيابه، لكن ظهر بمستوى اكتر من رائع. بالظبط، وبالتالي اجايي احنا شفناه طبعا الاداء اللي قدمه في نهايه مباراه بالميرس. وكان ممتاز جدا على المستوى البدني، شوف التدخلات الثنائيه ازاي اجايي كان بيستخدم قوه جسده في الحفاظ على الكوره، وامبارح طبعا مع اختلاف المنافس اكيد شفنا المهاره دي بشكل افضل. فبالتالي الصوره اللي قدامنا بتورينا ان اجايي كان بيهرب من الاطراف هو مجدي قفشه، مجدي قفشه بياخد لعيبه معاه وبيسيب المساحه جونيور اجايي. واحلى حاجه يا كابتن هاني في النادي الاهلي، ودي نقطه بقى نعد بقى النقط الايجابيه لبيتسو موسيماني، واحد نمرة واحد الريسكي باسز عند النادي الاهلي زادت، بمعنى ايه؟ التمريرات اللي فيها مخاطره. يعني ايه؟ يعني النهارده هعمل تمريره ما بين خطوط المنافس، مش هعمل تمريره عرضيه ومش هعمل تمريره خلفيه. هقول واحدة من النقاط اللي كنت بنتقد فيها حسام عاشور، وكانت الناس دايما تسأل ليه حسام عاشور ما بينضمش للمنتخب مع المديرين الفنيين الأجانب كتير، لأن كان حسام عاشور كل تمريراته سيف مش ريسكي. يعني ايه سيف؟ تمريرة عرضية أو تمريرة للخلف. بتيجي في نهاية المباراة تلاقي إن حسام عاشور عمل 90 تمريرة من 90 صح، ولكن لما تيجي تحللهم هتلاقيهم تمريرات خلفية أو تمريرات عرضية، مفيش تمريرة أمامية. لما نبص على النادي الاهلي امبارح انت قاعد بتتفرج، ربما لو انت بتحبش التحليل قوي بتحس ان النادي الاهلي مجرد دقايق وهيجيب جون. ليه؟ انه بيعمل تمريرات فيها مخاطره، بيحرك الملعب والكوره ما بين خطوط المنافس. عايز اقول لك الموضوع دوت نعم. الموضوع مش سهل، الموضوع صعب طبعا. ومحتاج تمرين كويس قوي، لان ليه؟ لما نشرح انا اعتقد كمان اللي بيبداها حلو قوي بدر بنون، بدر نعم. بنون بيعمل القصه دي كويس قوي نعم. بتبقى ان تايم، انت لو اتاخرت جزء من الثانيه صحيح. علشان لو على سبيل المثال قفشه ما بيظهر ما بين الخط الدفاع وخط النص نعم. في اللحظه اللي بيظهر فيها قفشه في اللحظه المناسبه لازم تلعبه، لو اتاخرت ثانيه صحيح هيتقفل عليك يا اما قفشه هيتقفل. فده نعم. جزء مهم، جزء تدريبي علشان الناس تفهم برضو، ما يقولش امكانيات لعيب جزء منها، لكن الجزء التكتيكي مهم جدا والجزء المدرب مهم قوي فيها. والتفاهم كابتن هاني يعني طبعا. بمعنى النهارده مثلا لو قلنا بدر بنون يا جماعه واخد الكره طالع بيها، فعشان يظهر له عمرو السليه وعشان يظهر له مجدي قفشه وعشان يظهر له اجايي محتاجين ان احنا نعملها في التمرين كتير، وكمان زمايلنا في الفرقه يعملوا دور المنافس ويضغطوا علينا بشكل كبير جدا 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 عشان يمنعونا، لان احنا اوريدي مش انت اكيد وانت بتمرن الكره في التمرين مش هي في نفس الظروف بتاعه المباراه الرسميه طبعا. فبالتالي الشكل اللي احنا شفناه امبارح من لعيبه النادي الاهلي في الشوط الاول ربما كناش متوقعينه، لان بصراحه النادي المريخ السوداني يبقى بالسهوله دي، ولكن لعيبه النادي الاهلي كان واصل بيهم التمريرات اللي فيها مخاطره لرقم كبير جدا. خليني اقول لك يا كابتن هاني ان امبارح النادي الاهلي عمل تمريرات حاسمه في نص في التلت الاخير لملعب نادي المريخ 17 تمريره حاسمه 17 يعني بالعربي كده 17 ثرو باس
17 ثرو باس، بينهم 13 ثرو باس ناجح، يعني راح من لاعب لزميل. 13 من 17، يعني احنا فقدنا تمريرات الحاسمه بس 4 مرات، وده يعرفنا ان احنا اخترقنا دفاعات نادي المريخ كتير، ويعرفنا ان في لعيبه بتتحرك من غير كوره بشكل كويس. طبعا دي نقطه مهمه، وده منهم مجدي قفشه. ربما الناس تقول ايه، لا مجدي قفشه مش زي زمان، مجدي لا خلي بالك ساعات مجدي قفشه في بعض المباريات هو كاموفلاج، هو كمين، هو مش شرط ان طبيعي اي فريق النهارده جاي بيلاعب النادي الاهلي هيسال مين البلاي ميكر، مجدي قفشه انزل له مان تو مان. صحيح مظبوط. طب ما انا عارف انك هتنزل مان تو مان، انا كمدير فني بقى هعمل ايه؟ هقول مجدي قفشه طير؟ لا نو واي طبعا، انا ممكن استخدمه كمين للمنافس بتاعي واقول لجونيور اجاييه انت مهاره بالظبط، مهاره الباسنج عندك عاليه جدا، فعايزينك لو سمحت تسرق المساحه اللي جنب مجدي قفشه، ومجدي قفشه هيبدا يسحبهم لك. ولو جزء من المباراه، ما انت يعني هو ما لعبش 10 جاييه، ما لعبش 10 من اول المباراه، هو صح. بدا قدام محمد هاني. صحيح. لكن من خلال 10 دقائق بدا قفشه هو اللي يميل شويه ويخش اجاييه، فالدور ما كانش باين من خلال التشكيل، يعني ما نزلش واقف 10 فخلاص الامور بقت سهله، لكن من خلال اللعب يعني. نعم بالظبط، واللي اكد كلام يا كابتن هاني ان احنا شكلنا الهجومي كنت تحس ان انت مطير محمود وحيد ومحمد هاني طول بالزبط. الوقت مش واحد بس بيطير واحد ثابت، لا ده الاثنين طايرين، وبالتالي محمود وحيد ومحمد هاني هم اللي عملوا ادوار الاطراف، شفنا كهربا واجاييه ومجدي قفشه وولتر بوليا كلهم بيلعبوا نارو، كلهم بيلعبوا ضيق، وبالتالي النادي الاهلي كان ضاغط نادي المريخ السوداني بسداسي في الهجوم، وده فادنا في ايه بقى؟ في تنوع شكل الهجوم. لا ده كمان سداسي وبيبقى ساعات تحتيهم عمرو السوليه طبعا يعني، لا ما هو عمرو السوليه وديانج طبعا مقفلين عشان الكره الثانيه بالظبط طبعا، لكن خليني اقول لك الرقم اللي بعديه، ورقم بصراحه انا شايفه رقم خيالي ربما ما اشوفوش في ماتشات كتيره، النادي الاهلي امبارح عمل 32 محاوله هجوميه من الناحيه اليسرى، 32 محاوله من عند محمود وحيد في المباراه كلها 90 دقيقه، طيب من العمق 22 محاوله، من الجهه اليمنى 34 محاولة، لكن انت تخيل يعني ارقام يعني ده عدد بتاع 3 4 ماتشات مع بعض بالظبط، وده هنا يؤكد بقى النقطة اللي حضرتك قلتها. طبعا كابتن هاني رمزي اكيد واحد من افضل هاد فندرات، اكيد لازم يتكلم عمرو السولية، عمرو السولية فادنا في الكرة الثانية، الكرة الثانية كانت مهمة جدا وكانت واحدة من النقاط السلبية لينا قدام فرقة زي بايرن ميونخ طبعا، قدام فرقة زي الدحيل في الشوط الثاني، قدام بالميراس في الشوط الاول شوية، لكن الكرة الثانية لما يجي قدام فريق نادي المريخ، لكن انت تتخيل ان احنا النادي الاهلي خد الكره الثانيه من نادي المريخ 25 مره، 25 مره باخد منك الكره الثانيه، وبالتالي ده رقم في الشوط الاول بس. لا في الشوط الاول بس، ده بيزود طبيعي عدد الاستحواذ في صوره قدامنا بالظبط، يعني دي عمرو السولية دي كانت كره مرتده، ونشوف برده زي ما كنت بقول الدور بتاع اجاييه والريسك باس يا كابتن هاني، الريسك باس في هو دي اللي بتتكلم عليها ما بين الخطوط، لو قلنا خط الدفاع اللي هو الخط الاصفر ده خط الدفاع المريخ، اللي قدامه ده خط يعتبر خط الوسط المتاخر شويه لان الاهلي كان بيهاجم، المسافه ما بين الخطين دي اعتقد اجاييه وعمرو السولية، يعني عمرو السولية بيدي اجاييه في هذه المساحه الضيقه جدا، فلازم يكون في سرعه في الباص، ولازم يكون في اجاييه كمان محضر هيعمل ايه بالظبط. وكمان عشان اشرح للساده المشاهدين، لو احنا حبينا نعمل مقارنه ما بين الريسك باس والسيف باس، سيف باس هنا او التمرير الامن ان عمرو السولية يمرر الكوره لديانج جنبه، هنا مفيش اي ضغط من المنافس، او يمرر الكوره لمحمود وحيد ده بالزبط. تمرير امن مفيهوش ادنى مشكله، وصعب جدا لعيب المريخ ان ياخد الكوره، انما انك تلعب الكوره لاجاييه وهو في السيتويشن ده او في المكان ده، وانت كمان ذهنيا عندك القدره وعندك الشجاعه انك تعمل التمرير دي، ده بيورينا العقليه اللي بيحاول بيتسو موسيماني انه يدخلها لفريق النادي الاهلي. نروح للصوره اللي وراها ونشوف بقى التنوع في الهجوم، وازاي محمود وحيد ومحمد هاني على طول فاتحين الملعب يا كابتن هاني، وبصراحه بشكل كان فظيع جدا. الكره دي برده دي تكمله دي برده الريسك باس بالظبط، ده برده من عمرو السولية بيلعب الكره دي الكهرباء، الكره دي كانت زي ما انت بتقول هتلاقي كهرباء ضامن جنب والتر. نعم. دي بقى دي الكره اللي بتتكلم عليها بالظبط، نص الملعب، نص الملعب خلاص، نادي المريخ السوداني كله راجع لورا، والنادي الاهلي كله بيطير للامام، وهنا انا مهم جدا جدا نشوف تمركز بدر بنون وياسر ابراهيم في الهجمه، التمركز بتاعهم واقفين عند نص الملعب، ودي نقطه تاخدنا ان احنا بنبدا الخبرات اللي بناخدها يا كابتن هاني من اللعب في طبعًا. البطولات الدوليه طبعًا. هتديك شخصيه،
نقطة من النقط المهمة جدا للعيبة الكورة انك تطور شخصيتك وتطور جرأتك. انا النهارده قدرت ان اقف قدام بايرن ميونخ 90 دقيقة واتغلبت 2-0. ممكن تقول عليه ما عملتش هجمات وكل حاجة، لكن لما اجي ارجع العب للمستوى القاري وارجع العب للمستوى المحلي بتاعي طبعا هتبدا تشوف تطور الشخصية بتاعته، ودي صورة بتبين لنا النادي الاهلي كان امبارح طبعا وان سايد جيم من كل الاحوال. الهجمة العرضية اللي جاب منها النادي الاهلي الجون في الشوط الثاني يا كابتن هاني شفناها كتير قوي في الشوط الاول. دي بعد دي اعتقد الصوره دي يا كريم دي في دقيقه 3 بالظبط الكره بتاعت مجدي قفشه بالظبط. ببساطه طيران محمود وحيد طيران محمد هاني كان بينتج عنه حجم 2. لو في حد هيقف عند بدايه منطقه الجزاء والكره تتمرر له عرضيه على الارض هتلاقي حد بيشوط، وعمرو السوليه فعلا عمل. طيب لو النهارده محمد هاني ومحمود وحيد هيعملوا الكروس يبقى النهارده في عندك كام مهاجم؟ تعال نعد مع بعض. وولتر بواليا المهاجم الاساسي بتاعك، اجايي بيضم جوه ولاعيب طويل، كهربا بيضم ولاعيب طويل، ومجدي قفشه. يبقى انت هنا عندك اربع لعيبه داخل منطقه الجزاء. لو قلنا قدام خمس لعيبه من لعيبه المريخ السوداني تظل نسبتك في الحصول على الكوره عاليه. طب لو قلنا ان في اربعه من لعيبه المريخ السوداني يبقى كده 50-50 100% متقسمه عليا وعليك. ولما نشوف بقى صوره الهدف والانتشار السيء لمدافعي المريخ السوداني، اي حد ببساطه يقدر يقول ان الكره دي قبل ما تتلعب حتى لو اتلعبت كروس عادي هتروح لاخر واحد جاي من ورا وهو اجايي مظبوط، لانه جاي لوحده. لو لعيبه تاني الاهلي سرقوا المدافعين، لو بصينا واحد مع واحد واحد مع واحد واحد مع واحد، احنا زايدين بواحد مظبوط، يبقى بالتالي زايدين بواحد طبعًا. من ضمن في حدود ال 6 يارد ما بنتكلمش، هم في يعني لو اللي هيعدي في ال 18 هم ازيد واحد، لكن انت بتتكلم على اجايي فاضي خالص، بتتكلم على في حدود ال 6 يارد قفشه مع واحد، كهربا مع واحد، والتر بوالي مع واحد، وقفشه مع واحد. لو قلنا الاثنين اللي جنب محمد هاني دول اوت اوف بلاي، دول بره اللعب، الثلاثه بره منطقه الجزاء اوت اوف بلاي، بره اللعب خالص، اجايين لوحده. فبالتالي نسبه حصول لعيبه النادي الاهلي على الكره العرضيه دي يا كابتن هاني اعلى من لعيبه نادي المريخ، وكان واضح انها جمله النادي الاهلي بيلعبها كتير. ودي تاخدني لبرده لرقم مهم جدا اقوله. طب قبل الرقم يا كريم طبعا. كمان لو رجعنا بالصوره نعم دايما يعني معلش انا يعني براجع معاك التدريب لان انا بحب الجزء الفني جدا، مهم جدا بنتكلم واحنا مدربين لما بتتلعب الكروس لازم يكون اجزاء ال 18 متقسمه صح. يعني الكره ديت لو الكره لو اتلعبت قصير شويه ممكن جدا كان كهربا ياخد القريبه صحيح، بعدي لو راحت اللي ورا كان ممكن يكمل وياخد لو عدت من كهربا، لو راحت ابعد شويه هتروح لقفشه، لو راحت على البعيده قوي هتروح لاجايي. الانتشار مهم جدا، مش ثلاث لعيبه مثلا من النادي الاهلي رايحين على عرض القريبه وسايبين الفاضيه، فالانتشار مع العدد ده مهم جدا صحيح جداً. وده ياكد كلامك يا كابتن هاني ان الفكره دي اتعملت كذا مره. يعني احنا جبنا اللقطه بتاعه لعبه قفشه حضرتك قلتها في الدقيقه الثالثه، وبعديها حتى برضو وولتر بوالي ضيع واحده. الشوط الثاني اتعملت ثلاث مرات في اول 10 دقائق من الشوط الثاني، فيوضح لنا ان ده تكتك من الجهاز الفني صحيح. مش اللعيبه نازله تعمله بشكل عشوائي صحيح. من نفسها. وبالتالي ياخدنا للرقم المهم اللي النادي الاهلي عمله في الكروسات الكرات العرضيه خلال المباراه. النادي الاهلي عمل 25 كره عرضيه، وصلت الكره لزميل داخل منطقه الجزاء ل 14، وبالتالي بنتكلم على فوق ال 50%. ده عدد كبير جدا طبعا جدا جدا. وطبعا اكيد الاحصائيات كمان اللي معانا بخلاف البوزيشن طبعا، الاستحواذ 68-32، عدد التمريرات طبعا مفيش اي مقارنه. لا كمان بنتكلم على البوزيشن، بنتكلم على 694 تقريبا، 700 تمريره مقابل يمكن 300 تمريره، فانت بتتكلم في استحواذ بشكل هايل. وكان الحلو كمان يا كريم كان استحواذ ايجابي بالظبط. ويخلينا كمان يا كابتن هاني ولينا رقم مهم جدا النهارده في تحليل كره القدم، وهو الاكس جي او الاكسبكتد جولز. بمعنى بالزبط. النهارده الناس بتحسب، يجي يقول لك اوكي انا النهارده عندي الاستحواذ، عندي عدد الكروسز، عندي الشوتس على التارجت والحاجات دي كلها، بطلع رقم اسمه عدد الاهداف المتوقع نسبتك ان انت تقدر تحرز جول. هدف كام في الميه. النادي الاهلي 2.3 2.3، ده رقم كبير جداً, جدا 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 جدا. بسبب ايه؟ بسبب الارقام اللي احنا رصدناها لحضراتكم. لكن المريخ السوداني نسبه انه كان يحرز هدف في مباراه امبارح 1.4، وده رقم اكيد بنتكلم يعني النادي الاهلي زياده ما يقرب من
مره ونص بالظبط. لا مره واحده مره واحده, مرة واحدة. وبالتالي ده بيفسر لنا ازاي الجهاز الفني بيغير من اسلوب لعب النادي الاهلي, ازاي الجهاز الفني وبيتسو موسيماني وعقليه الجهاز الفني كلها بقت عقليه هجوميه بتخلينا في بدايه دور المجموعات نقدر نتقدم بثلاث نقاط وبفوز جميل جدا, وكمان نفسيا بالنسبه للمنافسين بيشوفوا النادي الاهلي عمل وان سايد جيم, فاكيد لما باذن الله نلعب المباريات الجايه كل منافس يجي يلعبنا هيعمل حسابات كتيره في امور التاكتكس بتاعته. اكيد عايز اخد من كلامك من خلال الاحصائيات وخاصه الجهه اليسرى يمكن كان في بعض الكلام, علي معلول لما بيغيب بيكون ايمن اشرف واداها بشكل اكتر من رائع في كاس العالم للانديه. محمود وحيد بقاله فتره ما بيلعبش, وكان كل الناس مستنيه طب هنشوف محمود وحيد من خلال الارقام والاحصائيات وعدد الكروسات والشكل التكتيك اللي ظهر بيه بشكل في اعتقادي عمل مباراه جيده, يعني مباراه مش هقول لك سوبر لكن مباراه جيده نتيجه ان هو غايب بقاله كتير جدا وبيلعب مكان علي معلول, فالمقارنات على طول ما بين علي معلول. رايك ايه في محمود وحيد؟ خليني ابدا لحضرتك رقم مهم جدا لمحمود وحيد امبارح. محمود وحيد حاول يعمل خمس مراوغات في المباراه, بيحاول ان هو يعدي من خمس لعيبه, نجح في كام واحده؟ نجح في اربعه. نهاية. في اربعه يعني نسبته عدت 90%, وبالتالي محمود وحيد بنتكلم تمريرات صحيحه 62 من 79, مراوغه صحيحه 3 من 4 زي ما قلت, هو بس واحده بس اللي وقعت منه. وبنتكلم الالتحامات الهوائيه, محمود وحيد هذا اللاعب القصير قدام عمالقه لعيبه المريخ خد 2 من 4, وبقى رقم مهم جدا لاي فول باك ان انت بتضغط على المنافس, ضغط على المنافس 6 مرات, في 6 مرات دول خد منهم الكوره 5 مرات, يعني بمعنى تاني انت بتتكلم طبعا افسد الهجمه على المنافس 5 مرات, ودي ارقام بالنسبه لنا كابتن هاني للاعب غاب كل الفتره دي وبيلعب كمان مع علي معلول, واكيد هو عارف ان في مقارنات كتيره. دي بالنسبه لي بصراحه رقم 99 برضه عشان الناس تبص, يعني انت عارف كان في وقت اضافي كبير جدا اضاف للفرقه, كان في عندهم لعيب اتصاب يمكن قعد اكتر من سنتين, والحكم كمان بعد الاخر لما جاله شد يعني كان مسخن كويس بالظبط. لا فدي ارقام تدل ان كمان يعني برضه نفهم الناس ان ده كمان على مستوى التدريبي, ان الجهاز الفني مش مهتم بس باللعيبه اللي بتلعب ال11, لا كمان على مستوى تاهيل هنقول البديل لا طبعًا. ظهر بشكل كويس صحيح. وما لعبش ماتشات كتير الفتره اللي فاتت, لكن واضح انه كمان كان على مستوى التكتيك ماشي بشكل كويس, على مستوى زي ما انت قلت المراوغات, على مستوى الكرات العاليه الالتحامات الكروسات. فمحمود وحيد بيطمنك لا احنا كمان لا يعني عندنا بديل كويس قوي لعلي معلول, حتى لو ايمن اشرف بيلعب سرد باك خلاص محمود وحيد اعتقد بديل مناسب لعلي معلول. وده يبين لنا ان بيتسو موسيماني ترينر بالظبط بشكل ممتاز جدا حتى عن كوتش, يعني مهم جدا جدا. وانت بتختار مدير فني اكيد بيبقى مهمته الكبيره يختار اللعيبه ويخطط ويعمل التغييرات, لكن جزء مهم برضو الترينر ان هو ما ينساهوش. ليه؟ انك عايز تصلح طبعا اخطاء لعبتك. واحده من النقاط في وجهه نظري اللي خلت مانويل جوزيه مدير فني تاريخي للنادي الاهلي انه من دي وان من اول يوم بيصحح اخطاء اللعيبه داخل الملعب, اللي كان عندهم فرصه او عندهم حظ انه يحضروا تمرين جوزيه في 2001 او حتى في 2005 في ملعب التتش, جوزيه كان بينزل الملعب ويوقف اللعيبه بايده, ودي واحده من النقاط اللي حسنت بكتير اداء لعيبه النادي الاهلي. اللي بنشوفه النهارده يا كابتن هاني من اداء دفاع النادي الاهلي, وندي مثلا امبارح ياسر ابراهيم في وجهه نظري الشخصيه كان واحد من نجوم المباراه. في ايه بقى؟ ان ياسر ابراهيم ربما احنا عارفين ان هو كاسلوب لعب مساك هو تنشن شويه, بيعتمد على القوه شويه, بيعتمد على ضخامه الجسم شويه, وبالتالي ده كان بيوقعه في بعض الاخطاء. امبارح ياسر ابراهيم ما كانش بيعمل التدخل غير لما يتاكد ويضمن انه ياخد الكوره, وده ما كانش موجود فيه قبل كده. صحيح احنا بنتكلم على يعني انت بتتكلم على نقطه مهمه ان كانت موجوده فيه بشكل ممكن تكون مبالغ فيه, لانك قريب من 18 قريب من ضربات الجزاء فبيبقى فيه خوف شويه. لا ده اتحسن فيها, امتى اخش وامتى اعمل ديلي, امتى اخد الكوره. وندي مثلا مباراه نادي الاهلي الزمالك اللي خسرناها 3-1 الموسم اللي فات لما كان في الدور الثاني بتاع الفاينل, كان ياسر ابراهيم عنده خطا الهدف الاول. نشوف لو احنا مثلا الناس اللي بتحب التحليل, انا بقول الكلام ده ليه؟ الناس بتحب التحليل, لو انت عايز تحلل وعايز تقيم الناس هات الماتش ده وجمع لقطات ياسر ابراهيم وشوف امبارح مثلا تطور الاداء بتاعه. كمان ايه؟ ياسر ابراهيم اوريدي لما جه بدري بانون ما عندوش ادنى مشكله خالص انه يقعد على الدكه, لما جه حطيته انت في اختبار امبارح قوي بعد غياب ايمن اشرف
وقف في الملعب بشكل مميز جدا ومنع تمريرات كتير. كاس العالم للانديه بعد صحيح. اصابه علي معلول وخروج ايمن اشرف باك شمال لعب وعمل ماتش كويس. فانا عايز اقوله ان ده بيبين لنا برده هنا نقطتين، عقليه اللاعب ونفسيته الجيده انه عايز يتعلم وعايز يصحح اخطائه، والجهاز الفني شغال. احنا ما عنديش مشكله خالص ننتقد موسيماني، انا ساعات نختلف في اختيارات لعيبه، انا كنت شايف مثلا ان فلان يلعب مكان فلان هو اختار اوكي. ده في ايه بقى يا جماعه؟ ده كابتن هاني في الايتم بتاع اختيارات اللعيبه بس الفورميشن بس، انما انت هتحكم يبقى تقول للراجل حقه في وقفه اللعيبه في نصحح اخطاء المدافعين. ان احنا النهارده النادي الاهلي بيلعب في نص ملعب بطل الدوري السوداني 90 دقيقه في نص ملعبه نادي المريخ. انا عايز امبارح يا كابتن هاني حسبت لهم الشوط الاول، حسبت الزمن هجمه المريخ السوداني لما بيقطعوا الكوره من عند نص ملعبهم، يعني النادي الاهلي هجمته تم افسادها ونادي المريخ طلع بالهجمه. تخيل ست هجمات من الدقيقه 17 للدقيقه 28 النادي الاهلي استرجع الكوره في معدل من ثانيتين لثلاث ثواني. ده هايل ده على فكره، ده معدل بيشتغل بيه. خلي بالك الناس ما تقولش بيقارن البايرن ولا برشلونه، لكن انت بتتكلم على فكره انك تستحوذ، واول ما بتفقد الكوره بيبقى عمليه الضغط مكان بالزبط. ما فقدت الكوره فده مهم بالزبط. جدا وده يبقى نقطه مهمه جدا ان الريتم اللعب بتاعنا بقى سريع، يعني ريتم لعب النادي الاهلي ما بيخلكش تاخد نفسك. الرياضيين اللي بيحبوا دلوقتي بيمارسوا رياضه ممكن يفهموا كلامي، خصوصا بيحبوا يلعبوا الالعاب الفرديه زي التنس زي الاسكواش زي تنس الطاوله. اصعب منافس ممكن تلعبه في الالعاب دي اللي ريتمه سريع ما بيخليكش تاخد نفسك. ما ريتمه سريع كمان، ويعني عشان نوضح كمان هتلاقي الريتم السريع ده متقسم في اجزاء الملعب، يعني صحيح. ممكن خط الظهر يبقى الريتم شويه بيحضر اول ما تخش نص الملعب لازم يبقى الريتم اسرع، الثلث الاخير ده المفروض يكون اسرع ريتم. صحيح، وده يبين لنا كمان ان في الربع ساعه الاخيره في المباراه نادي المريخ السوداني بسبب الريتم ده اللعيبه خلاص لياقتها فقدتها تماما، وشفنا النادي الاهلي بيروح. لو الحكم كمان بس والحكم جاله شد كمان الراجل ده عينه جري كتير بقى. وبالتالي فعلا النادي الاهلي يا كابتن هاني في اخر ربع ساعه عملنا اربع انفرادات بالمرمى، جبنا منهم هدف لكهربا وهدف لوتر بواليا، وفي طبعا بنالتي يعني ما فيهوش اي شك لمحمد شريف، وفي كره رحنا بيها وتخلي بالك رايحين باربع مهاجمين على اثنين مدافعين. فده يبين لك قد ايه الفرقه فعلا بقت واحده واحده، ودي طبعا ارقام وولتر. عايز اتكلم معاك على وولتر بواليا، لان انت الفتره اللي فاتت كلنا كنا يعني سبورت، وكلنا بعض الناس كانت بتشكك وبعض الناس بتقول انتوا جبتوا صفقه، يعني كلام انت عارف السوشيال ميديا. ارقام بواليا هنقولها وحضرتك هتشرحها بالتفصيل، لكن كمان نتكلم على الستايل الجري والتحركات، وبتتكلم على هو تارجت سترايكر ولا هو سترايكر زي عماد متعب بياخد من، يعني نتكلم على بواليا بشكل فني اكتر. يعني انا هسترجع بحضرتك لايام كايزر سلاوتر، وحضرتك تفتكر كان في مهاجم زميلك كان اسمه مارشال، مارشال كان اللي كانوا بيحبوا الفيفا زمان ده، كان يعني كان على طول بحطه المهاجم بتاع. مارشال كان هو هداف اعتقد الدوري الالماني موسم 97 98 قبل ما حضرتك تنضم للفريق في 98 خدوا الدوري بالظبط كده. مارشال كان واحد من اعظم المهاجمين في اوروبا المحطه، زي جيكو زي كلوزا، حتى برضه ميروسلاف كلوزا لعب في كايزر في بدايه الالفينيات. فالمهاجم المحطه دايما يا كابتن هاني بيبقى الجمهور مستني منه الاجوان، انا مش عايز منك اي حاجه. مع تطور خطه اللعب في السنوات الاخيره بدا دور المهاجم او راس الحرب يختلف، يعني ما بقاش عندنا حسام حسن، ما بقاش عندنا محمد رمضان، حتى الكابتن علي ماهر لما طلع في وسط التسعينات كان طفره. الكابتن علي ماهر كان فعلا اعجازي، تحطه على الطرف بيرقص حريف طويل، دريبلينج عنده عالي، كان بيعمل كل ده طبعا لولا طبعا الاصابه السيئه اللي جات له من سيدي بيه في ماتش القناه. لكن عايز اقوله ان وولتر بواليا كمهاجم جاي من نادي الجونه، نادي في متوسط الجدول، بيبقى عنده فيتشر انا في وجهه نظري بتبقى ما تناسبش النادي الاهلي. ايه هي؟ ان هو دايما عقليته تارجت مان، انا الكوره تجيلي لازم افنش، مش هينفع ادور الكوره تاني. النادي الجونه مش زي النادي الاهلي طبعا، النادي الاهلي وصلت تكتيكيا يعني طبعا ما عرفش تخش طبعا، رجع الكوره تاني ولف والعب تاني ما بتملش ما تزهقش. لكن في الجونه لا، الكوره جات لك يا بواليا شوط
او رقص وشوط او خد بنالتي، اعمل اللي انت عايزه يعني. وساعات مش عايز اقطع كلامك، لكن نعم. فعلا مثلا في مباراه الجونه اول ما الكره بتطلع اليمين فهم بيعملوا كروس بالظبط. النادي الاهلي ممكن ساعات الكروس يتاخر ليه؟ لان مفيش عدد مناسب مثلا، فبيبدا يروح مرجع تاني بالزبط. ويلف بالكره تاني بالظبط. وبالتالي وصل بوليا برده جه اول ما جه النادي الاهلي على طول شارك في المباريات بشكل سريع جدا. فربما في البدايه لسه هو بيحاول يتسيستم طبيعي على اسلوب لعب النادي الاهلي. ده شفناه امتى بقى؟ شفناه امبارح. امبارح وولتر بواليا كان بينزل كتير بره منطقه الجزاء وبيحاول يستلم ويسلم، ما يبقاش المينتاليتي بتاعتي او عقليتي ان انا اخد الكوره واشوط. بالظبط. لا، لازم تنزل تلعب مع الزمالك، ودي النقطه كانت مميزه محمد شريف في بدايه مبارياته في الدوري. ليه؟ محمد شريف سريع، بتحطه بين اتنين مساكين وهو بخفه حركته بيقدر يسرق وبيقدر يهرب، وبالتالي مفيش مقارنه ما بين لعيبة الاهلي. انت في الاخر عندك تولز بتستخدمها النهارده، زي النهارده حضرتك بتقول من شويه ايمن اشرف لا قدر الله يعني اصابه جات له على طول، ياسر ابراهيم انزل، انت عندك تاسك انزل اعمله. وبالتالي المدير الفني هنا بيحاول ان هو يبقى عنده اعتماد وعنده حلول، وكمان كتير. على مستوى الافراد لازم يكون عندك، لو البوزيشن لو عندك اتنين في بوزيشن واحد يبقى نعم. عندك اختلاف في طرق اللعب، يعني اختلاف في اسلوب. واحد بيلعب بدماغه كويس، واحد بيبقى تارجت، واحد بياخد الكره التمريره ما بين المدافعين. فانت عندك كمان تشكيله حلوه قوي. مروان ومروان خلينا برضو مروان لازم برضو اقول حاجه. مروان انا في وجهه نظري ربما يكون مثلا مروان يبقى مهاجم تارجت، وفي 4-3-3 و4-2-3-1 يبقى في ازمه في حته ان هو ينزل يلعب بره منطقه الجزاء. ولكن نفتكر بقى مروان مثلا، هدي مثلا بسيط اهو، في موسم لاسارتي النادي الاهلي الفرقه كانت بتلعبه كانت دايما بتنزل شوط التاني تحط فينا جون ويبدا يدافع ويحط لك 7 لعيبه في الدفاع. ماتش الاهلي والجونه، في الجونه نادي الجونه جاب هدف في النادي الاهلي في الدقيقه 56، ساعتها اللي انقذ المباراه دي مروان محسن. ليه؟ لما بينزل مروان محسن كمهاجم تاني جنب واحد، ما ينزلش لوحده، ينزل جنب راس حربه تاني وتبدا تلعب كروسات. مروان محسن لاعب مميز جدا 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 في ضربات الراس. والمباراه دي لو نفتكر مروان محسن عمل اسيست لناصر ماهر، يعني كريم نيدفيد جاب هدف التعادل وهدف الفوز جه من مروان محسن لناصر ماهر وهو عمل اسيست. فبالتالي انا بشوف زي ما حضرتك تفضلت وقلت تنوع المهاجمين في الفرقه بيساعده، بيديك فرصه مهم جدا، بس ان اللعيبه تتحط في البوزيشنز والمواقف اللي تناسب امكانياتها. طب قبل ما ننهي معاك عايز اعرف رايك، كنا عاملين مسابقه هنا او مش مسابقه، توقعات او مش توقعات، يعني سؤال للساده المشاهدين، مين كان افضل لاعب في مباراه الاهلي والمريخ امبارح؟ انا في وجهه نظري جونيور اجاي في وجهه نظري كان هو نجم المباراه الاول، وانا سعيد فعلا، انا فعلا على المستوى الشخصي بصراحه بحب ستايل لعبه جدا. كريم بنشكرك، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. شكرا ليك. شكرا ليك. دي كانت نهايه طبعا فقرتنا الاولى في البيت الكبير، بعد الفاصل الكابتن الكبير عادل تعمر.